بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة سبت، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض ليسون 1 في يونت 5 من كتاب بيت باي بيت. هنشرح الدرس الاول في الوحدة الخامسة من كتاب بيت باي بيت، عنوان يونت 5 ان تاون. ان تاون يعني في المدينة. الوحدة الخامسة بعنوان ان تاون يعني في المدينة. هنبدأ بكلمات اول درس. اول مجموعه من الكلمات بعنوان الطقس ويزر 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 ويزر، بارد كولد كولد كولد، سي او ال دي وحرف السي بينطق كي، بارد كولد كولد. درجه الحراره ديجري 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 دي اي جي ار اي اي، درجه الحراره ديجري ديجري. تمطر او مطر رين رين. طبعا كلمه رين تنفع فعل بمعنى تمطر وتنفع نون بمعنى مطر. رين رين ار اي اي ان، ملبد بالغيوم مغيم يعني كلاودي كلاودي كلاودي، سي ال او يو دي واي حرف السي بينطق كي كلاودي. لو قلنا كلاود بس يعني سحابه، لكن لما نضيف واي تبقى كلاودي كلاودي، كده بنصف الجو، كده صفة بتصف الجو. كلاودي يعني ملبد بالغيوم. كلاودي كلاودي سي ال او يو دي واي. تاني مجموعة من الكلمات بعنوان اكسبريشنز، عبارة عن تعبيرات. اكسبريشنز اكسبريشنز زي ايه؟ انا اسف اي ام سوري، اي ام سوري بقولها في مواقف معينة. اي ام سوري اي ام سوري اي ام اي ابصرف ام سوري S O R R Y. من الأفضل هات بتر هات بتر، ممكن نختصر هات في أبوستروف دي. تبقوا عارفين لما تشوفوا أبوستروف دي وبعدها بتر تبقوا عارفين إن أبوستروف دي اختصار لكلمة هاد. هاد بتر يعني من الأفضل. هاد H A D بتر B E T T E R. يذهب للمنزل go home go home go home go G O home H O M E حرف ال H بينطق هي. هذا صحيح. That's right. That's right. That's right. T H A T apostrophe S. تاني that's T H A T apostrophe S. Right R I G H T. G H حروف صامتة. أنا كاتبة فيهم صاد اختصار لكلمة صامت. حروف silent. That's right. هذا خطأ. That's wrong. That's wrong. That's wrong. That's T-H-A-T apostrophe S. Wrong W-R-O-N-G. يتحسن أو يتماثل للشفاء do better do better do D-O better B-E-T-T-E-R. بعد كده كلمات أخرى other weirdest other weirdest. اليوم today 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 T-O day D-A-Y. الليلة tonight tonight تو نايت تو تي او نايت ان اي جي اتش تي وجي اتش حروف صامته سايلنت كاتبه فوقيهم صاد اختصار لكلمه صامت. بخير فاين 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 اف اي ان اي خطير او جاد سيريوس 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 اس اي ار اي او يو اس. ربما مي بي مي بي مي بي مي ام اي واي بي بي اي. برد او انفلونزا فلو 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 اف ال يو. بعد كده عندنا مجموعه من الافعال المنتظمه والافعال الغير منتظمه. هنبدا بالافعال المنتظمه زي ايه؟ ينظر لوك لوكد لوك لوكد. تمطر رين ريند رين ريند. تبدا ستارت ستارتد، كلها افعال منتظمه ضفنا لها اي دي ستارت ستارتد. بعد كده افعال غير منتظمه يسمع هير هيرد هير هيرد. يأخذ تيك توك تيك توك. يذهب جو وينت جو وينت. بعد كده بقول لي ريد اند ليرن، اقرأ وتعلم. دي مجموعة من الجمل، لو حفظنا الكلمات بنعرف نقرأ الجمل ونفهمها ونحفظها. أول جملة عندنا تفضل بالجلوس أو اجلس هاف ا سيت هاف ا سيت. هذا صحيح. ذاتس رايت ذاتس رايت. ما حالة الطقس؟ واتس ذا ويذر لايك What's the weather like؟ الطقس بارد اليوم. It's cold today. It's cold today. درجة الحرارة 23. It's 23 degrees. It's
23 degrees. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده إن الغيوم تتزايد. It's getting cloudy. It's getting cloudy. لكن أختي تعاني من الإنفلونزا. But my sister has the flu. But my sister has the flu. الحالة ليست خطيرة إنها تتحسن اليوم. طبعا كل الجمل ديت هنقراها دلوقتي في التيب سكريبت في المحادثة. It's not serious. طبعا هنا كلمة serious بمعنى خطير أو جاد. هنا طبعا في الجملة دي هنترجمها خطير. It's not serious. She is doing better today. It's not serious. She is doing better today. لقد بدأت تمطر. It's starting to rain. It's starting to rain. من الأفضل أن أذهب للبيت. I. طبعا هنا هنقول I'd better. I'd better. بس إحنا عارفين إن الأبوستروف دي اختصار لهاد. هنقول I'd better go home. اعتني بنفسك يا كمال. Take care كمال. اعتني بنفسك يا كمال. Take care كمال. هنا الكمل قبل كمال بمعنى يا. بعد كده بقول لي listen and repeat. يعني استمع وردد. Point to the speakers. قم بالإشارة إلى المتحدثين. Then ثم listen again. استمع مرة أخرى. عندنا التيب سكريبت عبارة عن ديالوج حوار بين مين؟ بين ولد اسمه كمال ومستر سامي الأستاذ سامي. أول حاجة زي ما أنتوا شايفين في الصورة كده الأستاذ سامي يجلس على ديسك. مين اللي مر عليه؟ كمال. بقول له إيه؟ كمال اللي بدأ الكلام. بقول له هاي مستر سامي. مرحبا يا مستر سامي. رد عليه مستر سامي وقال له هلو كمال. مرحبا يا كمال. هاف أسيت. تفضل بالجلوس. كمال قال له ثانكس. شكرا. اوه اتس كولد تو داي. يعني الجو بارد اليوم. اوه اتس كولد تو داي. يعني الجو بارد او برد اليوم. مستر سامي قال له ذاتس رايت. هذا صحيح. يعني فعلا الجو برد. It's 23 degrees. بأكد بقى على كلامه بقوله ده درجة الحرارة النهاردة 23. تاني مستر سامي رد على كمال وقاله That's right. هذا صحيح. It's 23 degrees. يعني درجة الحرارة 23. معنى كده ان الجو برد. بعد كده كمال قاله ايه؟ Wow. Do you think it's going to rain? هل تعتقد ان الجو هيمطر؟ تاني واو دو يو ثينك اتس جوينج تو رين. يعني هل تعتقد ان الجو هيمطر؟ رد عليه مستر سامي وقال له ميبي. ربما. ميبي اتس جيتنج كلاودي. ميبي اتس جيتنج كلاودي. يعني ربما فالغيوم تتزايد. طبعا الغيوم عماله تتزايد في السماء فربما الجو ايه يمطر. شوف الصفحه اللي بعد كده. بعد كده مستر سامي قال له ايه؟ سو How is your family كمال. يعني لذلك كيف حال أسرتك يا كمال. بتطمن عليه بقى. احنا عارفين في الشتاء ان دايما الناس تبقى تعبانة من البرد وكده فهو بيقول لي ذلك. احنا بقى الجو برد وفي أمطار وكده فبقول له How is your family كمال. يعني كيف حال أسرتك أو عائلتك يا كمال. رد عليه كمال وقال له They are fine. بخير. But ولكن My sister has the flu. ولكن أختي مصابة بانفلونزا أو برد. فمستر سامي قال له I am sorry to hear that. أنا آسف إن هو يعني سمع الأخبار السيئة. بقول له I am sorry to hear that. أنا آسف لسماع ذلك. فكمال قال له It's not serious. يعني الحالة ليست خطيرة. She is doing better today. هي تتحسن اليوم. فمستر سامي قال له good. يعني جيد. كمال قال له Look انظر It's starting to rain. يعني الجو بدأ إيه يمطر. Look انظر It's starting to rain. تاني كمال قال لمستر سامي Look انظر It's starting to rain. يعني الجو بدأ يمطر. فقال له رد على مستر سامي وقال له I'd better go home. من الأفضل نرجع للبيت أو نعود للبيت. من الأفضل نذهب للبيت. وبعد كده قال لي كمال إيه؟ Take care كمال. اعتني بنفسك يا كمال. رد عليه كمال وقال له باي مستر سامي. يعني مع السلامة يا مستر سامي. بعد كده لانجويج نوتس ملاحظات لغوية. بقول لي ان الضمير اللي بنوب عن الطقس او الجو هو ات. علشان اتكلم عن الجو او الطقس هقول ات. عايزة بقى اوصف الطقس سواء بارد او مثلا ملبد بالغيوم او معتدل او مثلا عاصف هنقول ات.
وبعد كده بتاخد قسط المفرد، وهنبدأ بقى نوصف الطقس. لو عايزة اتكلم عن درجة الحرارة هقول it's 23 degrees، يعني درجة الحرارة 23. it كده بتعود على الطقس. جملة تانية it's getting cloudy، يعني الجو ملبد بالغيوم، برضو هنا it معناها الطقس او الجو. number 3 الجملة التالتة it's going to rain، يعني الطقس او الجو سوف يمطر. بعد كده بقول لي احنا لو هنتكلم عن فاميلي الاسره او العائله، يعني عايزه اسال شخص عن اسرته او عائلته اقول له كيف حال اسرتك، يبقى في الحاله دي احنا بنتكلم عن اسره واحده. احنا عارفين ان في عائلات كتير، في اسر كتير. لو هنتكلم عن اسره واحده هتعامل معامله المفرد، انا كده بحد اسره واحده، فهقول هاو از يور فاميلي كمال، هنا يعني كيف حال عائلتك او اسرتك يا كمال. انا بتكلم عن عيله واحده، عيله كمال، فعلشان كده قلنا از تاتي مع المفرد، بنتكلم عن عائله واحده. طيب في الاجابه احنا لو هنتكلم بقى عن افراد العائله كلهم هنقول هم يكونوا بخير، هنقول they are fine. في الاجابه كده بنقصد الافراد كلهم، they are fine. يبقى هنا بنتكلم عن اسره واحده بنقول how is your family كمال، كيف حال اسرتك او عائلتك يا كمال. هو رد بقى على مستر سامي زي ما شرحنا في درس وقال له they are fine، هو كده بيقصد افراد الاسره كلهم، جمع الاشخاص they are fine انهم بخير. نشوف الصفحه اللي بعد كده. بعد كده بيقول لي ان الفعل have ليه اكتر من معنى. احنا طبعا عارفين ان have بمعنى يملك او عنده او لديه او يتناول او مصاب به، ليه معاني كتير جدا. طب ايه اللي بيحكم على معناه؟ الكلمه اللي بتاتي بعده، يعني الكلمه اللي بتيجي وراه هي اللي بتحدد معناه ايه بالظبط حسب بقى موقعه في الجملة. النهاردة هنعرف معنى جديد لهاف. هاف لو جه وراها مرض من الأمراض يبقى كلمة هاف معناها مصاب بيه، أو الفعل هاف يبقى في الحالة دي معناه مصاب بيه. لو جه وراه مرض من الأمراض، ربنا يحفظكم يا حبايبي ويحفظنا جميعا، لو جه بعد هاف مرض من الأمراض يبقى في الحالة دي هنترجم هاف أو هاز بمعنى مصاب بيه. هنا بقول لي my sister has the flu، يعني أختي مصابة بيه انفلونزا. طبعا هنا معنى هاز هنا كده مصاب بيه. ليه قلنا هاز وما قلناش هاف في الجمله دي؟ علشان ماي سيستر مفرد، واحنا قلنا الاي والوي والزي واليو الاسم الجمع بياخدوا هاف، الهي والشي والات والاسم المفرد بياخدوا هاز. يبقى هنا ماي سيستر اسم مفرد، يبقى ماي سيستر هاز، يعني اختي مصابه بيه ذا فلو انفلونزا. بعد كده بقول لي هاد بيتر ياتي بعدها الفعل في المصدر، يعني لو شفت هاد بيتر في جمله وطلب مني ان انا اختار فعل بعد هاد بيتر اختار الفعل اللي في المصدر اللي بدون اي اضافات. يبقى هاد بيتر لو شفتها في اي جمله وطلب مني اختار فعل اختار الفعل اللي في المصدر اللي بدون اي اضافات. هاد بيتر معناها من الافضل، من الافضل. طبعا هنا الجمله بتقول ايد بيتر جو هوم، من الافضل ان اذهب للبيت. ايه اللي جه بعد بيتر؟ جو، الفعل جو جه في المصدر بدون اي اضافات. بعد كده language functions وظائف لغوية. أول حاجة بنتكلم عن asking about someone's family. asking about someone's family السؤال عن عائلة شخص ما أو أسرة شخص ما. عايز أقول لي واحد كيف حال أسرتك، هقول له إيه؟ how is your family. وزي ما قلنا احنا هنا في السؤال قلنا إيه علشان بنتكلم عن أسرة واحدة أو عائلة واحدة. في الإجابة بقى هنتكلم عن افراد الاسره كلهم هنقول they are fine انهم بخير. offer يعني العرض، عايز اعرض على واحد اي حاجه هقول له مثلا زي المثال اللي عندنا have a seat، يعني تفضل بالجلوس. بعزم على واحد ان هو يجلس، يعني هقول له have a seat، يعني تفضل بالجلوس. طبعا الرد على have a seat thanks شكرا. يعني لو واحد بيقول لي have a seat تفضلي بالجلوس، انا هرد عليه واقول له ايه thanks شكرا. بعد كده agreeing to an idea، agreeing to an idea يعني الموافقة على فكرة. يعني مثلا حد بيقول لي it's cold today او it's hot today، الجو برد اليوم او الجو حر اليوم، يا ترى انا لو موافقة على كلامه هقول له ايه؟ هقول له that's right، هذا صحيح. يبقى انا كده بأكد كلامه that's right، هذا صحيح. طبعا مثال هنا بيقول لي it's cold today، الجو برد اليوم، فطبعا انا موافقة الشخص اللي بيقول لي كده هقول له That's right، هذا صحيح. It's 23 degrees، درجة الحرارة 23، كده بأكد كلامه. بعد كده بقول له asking about the weather، يعني للسؤال عن حالة الطقس. عايز أقول أسأل عن أي شخص عن حالة الطقس، أقول له كيف حالة الطقس، هقول له What's the weather like. What's the weather like ممكن نقولها بطريقة تانية How is the weather.
هاوز ذا ويزر، يبقى اضطرتين صح للسؤال عن الطقس. بعد كده بقى في الإجابة هنوصف الطقس أو الجو، يعني مثلا لو الجو برد هنقول إيه؟ It's cold. It's cold. لو الجو حر هنقول It's hot. لو الجو مثلا مشمس It's sunny. لو الجو ملبد بالغيوم It's cloudy. كثير الرياح It's windy. وهكذا على حسب بقى حالة الجو أو حالة الطقس. نمبر 5 بيقول لي talking about the weather، التحدث علشان نتحدث يعني عن حالة الطقس، للتحدث عن حالة الطقس. عايزة أسأل واحد أقول له هل تعتقد أنها ستمطر؟ هقول له إيه؟ Do you think it's going to rain؟ طبعا لو في بقى لغة حوار بينه وبين الشخص ده قبل كده وهو طبعا بيقول لي إن الجو برد مثلا أو هيبقى فيه أمطار، أنا هقول واو، وبعد كده هقول له Do you think it's going to rain؟ هل تعتقد أنها ستمطر؟ فطبعا للرد هنقول مثلا maybe، ربما، لو أنا يعني إيه بقى يعني احتمال مش متأكدة قوي يعني احتمال، هقول له maybe ربما، وبعد كده بقى هنقول it's getting cloudy يعني الغيوم تتزايد فربما الجو مطر. نمبر 6 بيقول لي telling bad news علشان نتكلم عن اخبار سيئه، مثلا عايز اقول اختي مصابه بالبرد هقول my sister has the flu، كده خبر سيء. طب الشخص اللي سمع مني الكلام هيقول لي ايه؟ I am sorry، انا اسف to hear that، لسماع ذلك. I am sorry to hear that، انا اسف لسماع ذلك. بعد كده warning التحذير، عايزة احذر مثلا شخص مثلا عارفة ان الجو برد وعايزة اقول له اعتني بنفسك، اقول له take care، وبعد كده اسم الشخص اللي انا بكلمه. هنا بقى جيب لي مثال take care كمال، زي ما مستر سامي قال له اعتني بنفسك يا كمال، take care كمال يعني اعتني بنفسك يا كمال. مثلا لو عايزة اقول لواحدة اسمها اماني اعتني بنفسك يا امان، هقول لها ايه؟ take care اماني. طبعا هنا الكومة اللي قبل الاسم بمعنى ايه؟ وبكده يا حلوين نكون انتهينا من شرح الدرس. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.